اجتماع اليوم سيركز على جملة من القضايا والمشكلات في جانب الكرخ من بغداد، مضافا لها أربعة أقضية هي الطارمية والتاجي وأبو غريب والمحمودية، الوقوف على مشكلات شحة المياه خاصة الماء الصافي، واقع المجاري والصرف الصحي، ملف النظافة ورفع النفايات، إضافة إلى أقساء الطرق والخدمات البلدية الأخرى، ومناقشة الواقع الصحي والزراعي والبيطري في الأقضية الأربعة، وطرح مواضيع شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية المرأة ودور الأيتام والمهجرين. كما سنركز على بحث واقع الكهرباء وتخصيص قطع أراضي لأغراض إنشاء محطات توزيع للطاقة الكهربائية، ومسألة استثناء محطات إسالة الماء والصرف الصحي والمضخات الرئيسية من برنامج القطع المبرمج، ومتعلقات أخرى بملف الكهرباء.